يا ولد الفرج اكثر لك 70 درهم 80 درهم شو حرام عليهم المسؤولين عارفين كل شيء يبغى يتدرب يتدرب ويحل يحل السلام عليكم السيدي. سلام ورحمه الله. لاباس عليك. الله يكبر بك. كل شيء بخير. الحمد لله والشكر. انت كتبيع السيف الدجاج. وا مده طويله. شحال تقريبا؟ شي 15 17 عام تقريبا. وكاينه التجربه؟ لا الحمد لله كاين الخبره من جهه التجربه. الحمد لله. هذه ايامات الدجاج غالي والناس كيتشكاو. اسيدي الدجاج غالي دابا داير في الباطوار داير 24 درهم حتى 24 ونص للبرومير شوا. اما الدجاج المريض موجود ولكن ما خدامش لينا حنا ما تنجيبوش. اي اسيدي. كاين فرق ديال 3 درهم في السوق. 3 درهم. اللي بغيتي المليح. انتم منين كتقداو دابا انتم؟ من السوق الجملة. وعلى حساب العلف الماكلة تقام عليهم ثمن خيالي. دابا خدامين مزيانين فوق السلك. عندهم الأرباح كثيرة توهم. ياك. عندهم السير. عندهم السير قليل. دابا الدجاجة تقام عليهم مواليب 13 درهم حتى 14 درهم. مواليب الفيرمات. دابا عندهم 70% ديال الأرباح. وعلاش الدجاج غالي؟ واش قليل ولا كيفاش؟ الفلوس ما عطاوش لهم في رمضان. فلوس حبسوا عليهم الكبار حبسوا في رمضان اي باش يبقاو شادين السوق هما بوحدهم. وعلاش هاد القضيه؟ ايوا القضيه في الطاقيه بيناتهم هذاك الشيء. نتوما كبياعه وشرايا شكيتوا نتوما سولتوا على هاد القضيه ديال سولنا ولكن معناتها تكون السلعه غاليه تيكون هاك الشيء ناقص عندنا في الخروج. مثلا نتوما كبياعه وشرايا ضروري انت نتوما من ضروري حيت ما كاينش الخروج حيت الدجاجه ديال الدرويش سمعتيني الدجاجه ديال الدرويش ولا الفروج يقتل لك 70 درهم 80 درهم شنو حرام عليهم. دابا الناس مثلا اللي كيتقداو اللي كان كياخذ مثلا جوج طيور ثلاثه شحال ولا كياخذ؟ ولا تياخذ واحد ولا يقسم على 8 يقسم على 8 طرف تيديروا في ثلاث الميكات الناس من واكله العصا المستهلك ساهل واكله العصا بصح ما يتمكن هنا دابا الدرويش هو اللي تيأدي الواجب هادشي كامل. الدرويش اللي كتجي فيه هو اللي تتجي فيه وصابر. شحال كتبيعوا انتم الكيلو دابا؟ دابا دايرين لي سيدي 27 درهم 27 درهم. اه غالي شويه. غالي بزاف ماشي الدجاج خصو 14 درهم الدراوش. ما يبغوش 14 درهم. 14 اه. فروج يختار 40 درهم 45 للانسان ماشي 80 درهم 70 درهم. المسؤولين راه عارفين كل شيء. اللي بغى يسد الروبين يسدوه اللي بغى يحلو يحلو. انتم مضرورين من هاد الزياده؟ ما مضرورين بزاف حيت ما تتبع 50 كيلو ولا تتبع 20 كيلو تتبع 100 كيلو ولا تتبع 50 كيلو. النهار كامل تبع واقف. يعني الحركه شويه عيانه. 100%. واقفة الحمد لله والحمد لله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.